لما قلت امبارح في الجواز اللي بحطها للامتحان ان القطعه بتتكلم عن جيز اللي هو ايه؟ نعم. واي كلمه صعبه الطالب قدامه ممكن اعمل جيز اللي هو ايه؟ تخمين. الناس قاعده قدامي كلها، اللي قاعد هنا، اللي قاعد ورا، الناحيه دي، عينك على السبورة هنا. لقيت واحده مش معايا هسمع كلام وحش. انا كنت مش المجموعه اللي فاتت شديت معاها مش عاوز اشتغل ولا متضايق برضه المجموعه دي. تقعد قاعده محترمه قدام مدرس انا ولا غيري وقاعده منتبه للي بيتقال. وصل كده بصراحه يعني مش الناس قعدتها تبقى تعبانه شويه. احنا جايين نتعلم. بيز هنا يعني ايه؟ نحو. طيب لو احنا قرينا امبارح وبعد التكست ما خلص كده وشوفنا الدرجه مش ممكن نجيب القطع ونطلع كلمات صعبه؟ بيز يعني نحو كولوني خليه هايب هايب كل المستعمره وهايب يعني ايه؟ خلية ماشي واخدين كلمة درون اللي هو ذكر ايه؟ النحو اللي قبل الوقت اقصد ان بعد التكست ما يخلص وبعد الامتحان ما يخلص المفروض بطلع الكلمات الصعبة عشان ده الهدف الامتحان. بقول بيز ار سمول انسكتس حشرات صغيرة ذات بلاي ان امبورتنت رول رول بالاول مليون يعني بتلعب دور ايه؟ مهم ان نيتشر باي بولينيتنج فلاورز كلمة بولينيتنج فلاورز تلقيح ايه؟ الازهار يعني بقول ان بيز ار سمول انسكتس ذات بلاي يعني ايه حشرات صغيره بتلعب دور ان امبورتنت رول رول بالاو يعني ايه دور ان نيتشر باي بولينيتنج فلاورز تلقيح ايه؟ الزهور خلاص؟ زي ما قلت لو كلمه صعبه التخمين هيجيبها. ذيس بروسيس بيقول لك العمليه دي اللي هي التلقيح يعني هيلبس بلانتس جرو بتساعد تنمو ايه؟ النباتات اند بروديوس بتنتج لنا فروتس ثمار فروتس يعني ثمار اند ديزيز يعني ايه؟ بذور وذاوت بيز بدون النحل ده ميني بلانتس العديد من النباتات انكلودنج بما فيهم كده كروبس المحاصيل ورلاي اون اللي نعتمد عليها في الغذاء وود ستراجل محاصيل كتير ستراجل بالعربي ستراجل يعني يناضل هي المحاصيل هتناضل تعاني هو يعني بقى تعاني تو سرفايف اللي جاي ايه تعيش يعني لو مفيش بيز يعني نحل النباتات كتير هتعاني عشان تعيش او تحيا يعني There are over 20,000 types of bees 20,000 نوع من النحل ولكن but the honey bee هي نحلة العسل أو النحل بينتج إيه؟ عسل It's the most well known هي الأشهر خلاص؟ يقول لي بقى مشهورة لا Honey bees are special مميزة because they make honey زي دي اسمها عسل دي نقطة وإيه كمان؟ And they live in large groups called colonies بتعيش مجموعات إيه؟ يقول لك تسمى بقى مستعمرات يبقى كولوني مش معناها جروب معناها لارج هي لو قال جروب بس تبقى غلط اجي دلوقتي السؤال دي بس الوقت احسن تاني حد يقول لي ما يكون يعني ايه مستعمره قلنا مستعمره ليه ما تبقاش ايه جروب لا هي كولوني لما بقول بتساوي ايه بتساوي لارج جروب مجموعه ايه بقى كبيره او كوميونتي او مجتمع صغير خلاص ابي كولوني بقول لك مستعمرة النحل is like a community تشبه لا صراحة ايه تشبه المجتمع ما تشبه الجروب where every bee has specific job كل نحلة لها specific job job يعني ايه وظيفة job يعني ايه وظيفة specific job the queen bee بقول لك الملكة the queen bee is the only bee هي النحلة الوحيدة that lays eggs طبعا بيض The worker bees الشغالات who are female بتبقى إناث طبعا do most of the tasks تقوم بمعظم إيه المهام tasks يعني إيه مهام ممكن نقول tasks أقول إيه بقى job يعني إيه وظيفة أو mission around the hive جنب أو حوالين الخلية like زي بقى gathering nectar تجميع الرحيق and pollen واللقاح from flowers منين؟ من النبات من الزهور taking care of young bees بيقول لك تعتني برضه بالصغار and keeping the hive clean يبقى ده كل شغل مين بقى؟ workers لومين؟ yes male bees الذكور called drones يبقى الذكور اسمهم ايه بقى؟ drones يبقى كلمة drone لوحدها ذكر النحل وصلت؟ ما بقول لك male bees يعني ايه؟ ذكور النحل called drones المسمى بايه؟ drones have the main job عندها وظيفة of mating mating يعني التزاوج زي مارينج يعني وظيفة الذكور هو التزاوج منين؟ كوين الملك اتش بيز رول كل دور للنحل ده هيلبس كيب ذا كولوني هيلثي اند سترونج
بيذهب يونيك ويز، بيقول لك النحل كده له طرق مميزه، يونيك ويز يعني طرق تبقى مميزه of communicating للتواصل. One of the most interesting methods، واحدة من ايه؟ من أمتع الطرق أو أشهرها is the waggle dance، اللي هو ايه؟ الرقص الهزاز. واجل دانس بيحصل انت بقى وانا وركر بيه لما تكون نحله شغاله، يعني احد الشغالات finds a good food source، مصدر ليه الطعام. yes it returns to the hive and performs، بتؤدي كده a dance that tells other bees where to find it، بيقول لهم مكان الطعام. this dance helps the other bees know the direction، بيعلموا ليه الاتجاه a distance المسافه، يعني بيعرفوا الطعام فين وكمان الاتجاه وايه المسافه. To the flowers, making it easier for the whole colony to gather food and survive. The cooperation, التعاون among the bees is essential, يعني ضروري for their hive للخلية and for the environment, يعني البيئة around them اللي حواليهم يعني. نشوف أول سؤال. Well, what's the main role of bees in nature? Main role يعني دور رئيسي للنحل في الطبيعة. Pollinating flowers. Making the honey. building the hives. تعالى اسرع كده من المكان ده. ما اقعدش تقعد جنبها تاني. الكرسي ده. بتبص عندي هنا. هل هي making honey؟ building hives؟ attracting other insects؟ pollinating flowers؟ طب ده ايه الصور؟ ده الدور اللي بتقدمه في nature فين؟ طبيعي. which bee is responsible for laying eggs in pollen؟ اللي هي بقى؟ طبعا الوحيده اللي بتضع ايه؟ بايض. سؤال بيجي لكم اربع اسئله قصوا لازق يعني مبشرين. طيب. what's the purpose؟ purpose عن غرض. What's the purpose of the waggle dance? الهدف من الرقص الهزاز ده to help bees find food. مساعدة ايه؟ النحل في مجال ايه؟ تعال. to help bees find food. بقول what do worker bees collect from flowers؟ الشغالات بيجيبوا ايه من الزهور؟ نكتر اند بولن، هاني، ووتر، سيدز. نكتر اند ايه؟ بولن. اللي هو الرحيق وايه؟ واللقاح. Why might plants struggle to survive without bees؟ دي مهمة بقى. احنا بنشوف يعني ايه struggle؟ struggle يعني ايه؟ فعل اللي هو يناضل. يناضل. ليه النباتات بتناضل عشان تحيا هتناضل يعني بدون ايه؟ نحل. يعني لو مفيش نحل هيحصل ايه؟ plants depend on bees. bees help plants produce. bees give plants food. بيز بروتكت بلانتس يس لانها بتساعد النباتات تريبروديوس يعني ايه؟ تعيد انتاج. كلمه ريبروديوس بقى في اللغه دي يعني تتكاثر. يعني ايه؟ تتكاثر. يعيد انتاج يعني تتكاثر. باي سبريدنج بولن عن طريق نشر الايه؟ اللقاء اللي هي الثانيه طبعا. What does the organization of a bee colony suggest about bees؟ يعني في جمله هنا ممكن نمشي معاها لو احنا بنعمل ايه؟ اقتراح على النحل. They spend most time building the hive. they cooperate well. they are independent مستقلين. they only focus on food collection. ايه اللي فرق يعني بقى؟ النحل فقط يركز على food collection يعني جمع الطعام طبعا ده. they are independent مستقلين and work alone بيشتغلوا لوحدهم. طيب they spend most of their time building. يبقى ده they cooperate well بيتعاونوا بشكل جيد and have assigned rules. عندهم assigned rules. مين فاكر rules؟ assigned اللي موجوده في التكست سبيسيفيك محدده دي بتساوي سبيسيفيك يعني لهم ادوار ايه محدده يعني ممكن في الاسئله يجيب لنا مرادفات خاصه بايه اللي موجوده قدامنا في التكست الاصلي. why is honey bee considered special among other bee species؟ يعني ايه special؟ مميز. ليه النحل العسل ده مميز عن بقيه النحل؟ برضه زي ما قالنا دلوقتي ايه تبع produces honey and lives in a colony. بينتج ايه؟
عسل عسل وبعيش فيها ثمرات. هو تيجي اسال كده What might happen اللي ممكن يحصل if a colony lose its queen bee. دي مش موجوده في التكست. ايه اللي ممكن يحصل لو المستعمره فقدت الملكه بتاعتها؟ ماشي. The drones would take over the hive. مين فاكر drones؟ ذكور النحل كده ايه؟ هتتولى الايه؟ المسؤوليه؟ The worker bees would become queens. يعني بقول الشغالات تبقى ملكات. The bees will continue normally. هتستمر بايه؟ بالطبيعه. ولا ده كل اللي might weaken تضعف المستعمره without new bees being born. بدون نحل يولد يعني. يبقى الاخيره اللي صح. weaken يعني يضعف. What does the waggle dance reveal about bees abilities? واجل دانس قلنا الرقص الهزاز. كلمة ريفيل يعني يكشف عن قدرات الايه؟ الرقص الهزاز ده بيبين من قدرات النحل. بيز ريلاي اون سايت معتمد على الرؤية. بيز اونلي دانس اون اكسرسايز. بيز سليبريت ولا بيز كان كوميونيكيت. بيز كان ايه؟ كوميونيكيت دايركشن. مين بنت لنا الايه؟ الاتجاهات اند ديستنس يعني المسافات. Why do you think the worker bees have so many responsibilities? ليه الشغالات لها responsibilities؟ مين فاكر responsibilities؟ زي ما هو قالها كده مش هو قال لك المهام بتاعتها؟ طلعني بقى. Yes. To keep the hive clean, safe and beautiful. تحافظ على الخلية نظيفة وآمنة وذو غذاء جيد. Well fed يعني تغذى كويس. Well fed. Feed. يطعم بتصير التالت منه. يطعم مش طعام. فيد. ذا ورد ويتش ورد سينون فور كولوني. احنا هنعمل انشاء يعني كولوني بالعربي. مستعمره. بتساوي كولوني. تنفع جروب؟ لا. تنفع لو في لارج جروب بس ما جابش. احسن الديفينيشن بتبقى بسيط شويه. التعريف بيبقى لازم يكون مميز. ما ينفعش اقول هنا جروب بس. طيب اللي جايه. Which word is antonym for comrade? عكس comrade. طب comrade بالعربي يعني ايه؟ تعاون. تعاون. هل يدرس اجري؟ يختلف؟ لا. collaborate. على فكره collaborate هي ايه؟ تعاون. يعني عاوز العكس هي تعاون. هل هي connect يربط ولا compete؟ ما هو في حاجه اسمها ايه؟ الاستبعاد. ده ما يمشيش في المعنى سيبه. طب لو انا متاكد دول ما يمشوش وشاك في دي يبقى دي اللي صح. compete يعني يتنافس. لما اجي اتنافس على حاجه يبقى كلنا ناخدها وانا بس. لو في مثلا جايزه لافضل مثلا قصيده هي كام جايزه؟ واحده. احنا بنتنافس كلنا ناخدها. لا. مفيش تعاون يبقى ده عكس التعاون. ما احنا نتعاون عشان ايه؟ نزرع شجره يبقى كلنا ايه؟ هنتحد فيها ونتعاون فيها. وصلت؟ يبقى كومبيت يعني ايه؟ يتنافس ان التنافس انت بتاخد حاجه لنفسك انت بس. مفيش فيها كوبريشن. يبقى ناخد كومبيت. طيب واتس ذا سينم فور رول؟ مين فاكر رول؟ جول. بتسوي بقى جول. ممكن رول، ممكن جول، ممكن تاسك يعني مهم، ممكن ميشن معناها مهمه، ممكن ديوتي واجب، كل ده يمشي. طيب بقول وات وورد او ويتش وورد از انتونيم فور مي؟ ادينا كلمه دي يعتبر من في المنهج بتاعنا. يونيك يعني ايه؟ طيب انا عاوز بقى العكس. كومون يعني ايه؟ شائع. شائع. يعني مكتر شويه الاسئله في اخر سنه مابقاش كده. اخر سنه بقى 8 اسئله تقريبا على القطعه. يعني اكتر من 8 دول. تقريبا 14 سؤال تقريبا يعني. نشوف الترجمه. ان اتباع نظام غذائي سيساعدك بشكل كبير في حفاظ على وزن طبيعي وصحه جيده. لذلك يجب ان تعي ان المعده هي مفتاح الصحه الجيده في حال اتباع العادات الغذائيه السليمه. نبص باول جمله جمله بجمله طلع الصح والغلط فيها. Following a diet greatly helps you to continue. هو بيقول ايه الحفاظ؟ continue يعني ايه؟ يستمر. ده غلط. ماشي؟ And good health. Therefore we must be aware of the stomach. He will follow eating habits. Follow في كلمتين هنا تقريبا غلط. طيب يبقى كلمة continue ايه؟ غلط. طيب هنا follow. هي تو جيت ويلز. هو بيقول الحفاظ على الصحة. انا بدور عليها. ويلث. ايوه انا فاكر ان فيها اثنين. ويلث الثروه وليس الماء الصح. يعني الجمله دي فيها اثنين خطا مستبعدها. طب اللي جايه فولونج ادايت جريت هيلب يو تو مينتين ا نورمال مين؟ مين يعني ايه؟ وزن. بقول نورمال ويت يعني ايه؟ وزن طبيعي.
بالليل خلاص. وفي ايتنج هابتس يعني عادات. امال دي بقى انستراكشنز يعني تعليمات. تقريبا الاثنين اهم. طيب اللي جايه كلهم جايه في الجريت ان بيوتو بنتين انورمال هاي. هاي يعني ايه؟ ارتفاع. انا عايز ارتفاع ولا وزن؟ يبقى ناخد ايه؟ وصلت؟ ناخد الاخير. زي ما قلت ده مش كويس للطالب عشان اللغه، بس هو الامتحان يعملوه كده. قبلكم دفعتين ثلاثه ما كانش فيه اختياري، كان الطالب ياخد ترجمه بيعمل ايه؟ بيكتبها كلها عربي وانجليزي. بس بعد دول بقى لو الطالب اكتفى بكده بس مش هينفع. زي ما قلت قبل كده لازم اطلع الكلمات الصعبه وكرر الفهم واكتبها. انا المفروض اعمل كراسه، كراسه للامتحانات. الامتحان الاول والمكمل اللي جاي النهارده الامتحان ده كان رقم 12 صح؟ يعني لو احنا طلعنا مثلا من كل امتحان 20 كلمة جديدة، 10 بس، يبقى معانا 120 كلمة، كانوا 10 بس. شوف احنا اخدنا كم كلمة جديدة في ده. اللي قدامك دون أول مثلا دايت نظام ايه؟ غذائي، نورمال ويت وزن ايه؟ طبيعي. ستومك يعني ايه؟ معدة. ايتنج هابتس يعني ايه؟ عادات الأكل. أوير يعني ايه؟ يا يعني واعي أو يعي، كل ده يتقال يعني. طيب هناك العديد من مزايا التسوق عبر الانترنت، حيث يمكنك التسوق بسرعه وباسعار اقل، لكن يجب عليك الحذر حتى لا تقع ضحيه للاحتيال. برضه ناخد جمله بجمله. There are many advantages يعني مزايا to shopping online as you can shop quickly and a lower prices اسعار اقل. You must be careful so as not to be a victim of fraud. انا شايف ان دي ايه؟ طلع الغلط من الباقي. There are many disadvantages يعني بقى وايه كمان اوف لاين. مين غلطه؟ انا عاوز احط اوف لاين. ده معطش يعني واحدة تكتب. وهنا ايه بقى؟ a few خلاص؟ وبرايزز مكان برايزز دي جوائز مش اسعار. طب اللي جايه؟ سم وعاوز ايه بقى؟ ميني خلاص؟ وبرده في باد كواليتي يعني جوده رديئه او سيئه. هو عاوز يقول بسبب فروض اللي هو ايه؟ التحايل. فناخد ايه؟ الاولى. طيب سبورتس الرياضه هاف ا سيجنيفيكانت امباكت اون هاو وي ليرن نيو سكيلز اند مينتين اور فيزيكال اند مينتال هيلث. اديشنال اضافه لذلك سبورتس كود امبروف ريليشنز بتوين ميني كونتريز. نطلع اول حاجه نقول تعلمنا المهارات ولا الخطط؟ المهارات هي الخطط غلط. الثانيه الرياضه خليكم معايا بس يعني بالدور يعني عشان بس اللي يشتغل اي كلام يحاول يستفيد. وعلى فكره مش شرط في سنه وانا ثاني يوم احل الامتحان بس انا بحل ظروف الدفعه بقى بتاعتي. الناس بتدخل الامتحان الثلاث ارباع اللي قدامي بيدخل عشان بس يرضي المدرس ان هو دخل اي كلام كده. مش كله بيشتغل صح يعني. فاحنا بنعيد ثاني اهو بنقول فيه. هنا بقول الجملة الثانية بقول للرياضة تأثير كبير على كيفية تعلمنا المهارات الجديدة والحفاظ على صحتنا الجسدية بالإضافة إلى ذلك يمكن تحسين العلاقات. طيب اللي جاية تجميد العلاقات ودي تأثير إيه؟ تطبيب خلاص؟ وفي إيه كمان؟ المهام برضه ده غلط. فناخد إيه؟ الثانية ده امبلمنتيشن تطبيق. ليه ما هم مش هم دي؟ ما انا بقول لك الناس بس اللي بتقول احنا نذاكر ازاي بنقول الطريقه من شهر 8 بنقول الطريقه ازاي. The implementation of AI in healthcare had the potential اللي هو الامكانيه to revolutionize يحدث ثوره patient care and diagnostic accuracy. قول ان تطبيق الذكاء الاصطناعي في الرئاسه لديه ايه؟ المقدره. المقدره والامكانيه ايه؟ صح. على احداث ثوره في رعايه المرضى وسرعه التشخيص. هي سرعه ولا دقه؟ هي سرعه لا دقه غلط. سرعه لا اقصد دقه اللي صح. طيب اللي جايه؟ دقه الايه؟ الجراحه. هي دقه التشخيص. طيب اللي جاي؟ فيها كلمه ايه بقى؟ تغيير. احداث تغيير واحداث ايه بقى؟ يعني دي اقرب شويه للايه؟ للصح. القصه بقى بنجيب زي ما قلت الاسئله بقول Do you think it's good that the crew know about the treasure? No. كويس انهم يعرفوا عن الكنز؟ طبعا منطقة من ايه بقى؟ It's probably not good. مش كويس يعني. Had the treasure could cause ممكن يسبب greed. طمع. And conflict صراع. ما يجيش على طبعا دي. Conflict صراع.
جريت طبعا او مش عارف. طيب what do you think the scar، فاكرين سكار؟ هنجيبكم الاسئله من الفصل الاول والثاني بس. What do you think the scar in the captain's face indicate؟ indicate يعني تشير. The scar shows the captain has been in fights before or danger before. اللي هو كان يعني متورط في مشاكل يعني وكان في خطر. طبعا ما ينفعش اقول the scar shows that the captain's kind hearted man، شخص طيب القلب. kind hearted man يعني طيب القلب. What do you think of captain trusted Jim؟ الكابتن ليه حكى لجيم روايته كده او قال له يعني ليه هو تراست جيم يعني ايه؟ يثق فيه؟ The captain trusted Jim because he was young، لانه كان صغير سنا. And his father had a hint. يبقى ناخد ان هي تقول The captain trusted Jim because he seemed honest يعني امين and innocent وبريء يعني and seemed unlikely من غير المحتمل to betray him. betray يعني يخون. ده يا اخوانا انا بعته لكم هنا في الفصل الثاني للاسئله اللي كانت عندكم واجب في الكتاب. مش في اسئله واجب؟ انا بعت لكم الفصل الاول ثاني النهارده المفروض ايه؟ انا بعتهم بعتوك اللي فات برضه معاهم يعني اول ثاني وثالث برضه. بتري يعني يكون موجوده يعني. Do you think the police and the other men came on time؟ No. No they came too late to stop the pirates when needed ايه؟ المصنع. تعالوا كده القصه الفصل الرابع. الكلمات اللي هتتسمع النهارده هتسمعوا الكلمات دي. الناس اللي بتغيب من التقييمات في الفصول بتاعتك في المدرسه بيبقى عندها مشكله. التقييمات بتتعمل اربع مرات في الايه؟ في الشهر وما بتتجمعش ما بنشوفش الاعلى. ما بناخدش الاعلى بمعنى مثلا ان الطالب حضر واحد فيقول لك يكفي واخد الدرجه بتاعته. هي التقييمات من 15 درجه كل تقييم بخمسه في ثلاثه مثلا او اربعه ونقسم بس ما بناخدش الدرجه اللي هي الاعلى. لا يعني التقييم النهارده مثلا طالب كان غايب في التقييم فول اول او ثاني او ثالث ولد او بنت بياخد غياب صفر ما حضرش ومش هيدوله الحصه الجايه. ممكن يديله الاداءات المنزليه والصفيه ماشي زي ما بنعمل فول اول وثاني وثالث بس التقييمات لا، التقييمات لازم نحضرها، لازم الطالب يكون موجود. لأن في ناس كانت طيبة النهاردة في الثلاث فصول بتوعي. نشوف أول سؤال بيقول لك as usual يعني إيه؟ كالمعتاد. في هنا كلمة as مع usually ولا usual؟ من التعبيرات المهمة حتى ممكن تجيلنا في الجرامر كمان as usual. بلو أو يسر بيقول لك يطلق صفرة يعني ينفخ الصفرة يعني. نحط حتى كلمة بلو يبقى بلو يعني ايه؟ يطلق يعني ايه انفختين؟ طب لما اقول مثلا ذا ويند از بلوينج يبقى الرياح بتصفر؟ لا ولا تهب؟ ده لها كم معنى؟ يعني ينفخ بصفاره او تهب للرياح. خلاص؟ برانش فرع او وسط شجره كلايم اوت اوف يتسلق خارجا كلوز يعني قريب او لصيق كوست كاونت ديزيز اكسايتد مصار او سعيد سيبريشن تعبير فايت فور فور ايفر يعني للابد هيل يعني ايه تل وكلمه هولد اون تو يعني ايه يتشبث بيه. يتشبث بيه يعني زي ما يكون واحد هيغرق وماسك في حاجه كده هولد ايه اون تو. العامل الثاني هيرت كيل كلها حاجات قديمه. لو يعني ايه منخفض يعني عكس كلمه لو ايه؟ هاي لو هاي. حتى بتيجي للدرجات لو ماركس درجات ايه؟ منخفضه وهاي ماركس. مارك يحدد او يميز. طب لها معنى تاني كنت بقول دلوقتي يعني ايه؟ درجه بس ده كفعل بقى. مارك يعني ايه درجه يحدد او يميز مارك محدد او مميز مستيك اورجنايز ريلاكس روكي بالترجمة عندكم ايه روكي؟ مضاف لها ايه؟ دايما روك يبقى روك يعني ايه؟
صخر مش مترجم عندكم؟ يعني حاجة صخر يعني مول مثلا روكي ايلاند جزيرة صخرية او روكي سويل تربة صخرية. انت عارف التربة ممكن تكون مد طينية او ساند أملية او روكي صخرية. طيب روكي شور شاوت صرخة او يصرخ. سربرايز ثوت معناها فكرة. تراست وكلمة ويسل يعني صفارة او اصابة. هنسيب التلخيص ونروح ناخد النص الاصل عشان نبقى عارفين كل اللي حصل في الايه في النص. طيب اخر حاجه سيبناها في الفصل الثالث بتاع الحصه اللي فاتت زي ما كنا هنتفرج على حاجه وعملنا ستوب وهنكمل. ويز جيم؟ فين جيم؟ في الضبارم. واتس اب جيم؟ ايه اللي انقذه؟ ذا نيوز اوف ذا ايلاند، خبر ايه بقى؟ الجزيره. فاكيد بقى الناس دي قاعدين يبصوا على ايه؟ جزيره. فورجيت اباوت، نسوا خالص ابلز اللي هو. طيب في اللحظه بقى ممكن مين يخرج بقى؟ جيم والجو كويت يعني بهدوء. طب ايه اللي متوقعينه من جيم يعمله في الفصل ده؟ انت معانا فين ده؟ انا بتكلم بعيد عن بتبص لي كده وحاسه ان انت عاوز تفهم يعني؟ بعد ما يسمع السيكتس اخبار دي المفروض الطبيعي يعمل ايه بقى؟ زي وود تيل دكتور ليكزيم مستر اير لوني اند كابتن سمولي. هو دلوقتي مين الوحيد اللي يعرف الاسرار؟ هو دلوقتي عرف ان سيلفر از ا بايل صرصار. التانيين لسه شاكين، ده كانوا بيخمنوا ان هو ايه؟ جود مان. كانوا بيقولوا ان هو ايه بقى؟ جود مان. ما كانوش حابين كابتن سمولي. يعني مستر ترول دلوقتي مستر ترول طلع صح ولا غلط؟ طلع. ده هو كان حابب سيلفر ومش حابب مين؟ سمولي اللي هو العكس. طيب؟ فهيبتدي بعد شويه يقول لهم بقى السيكريتس عن ايه؟ السر ده ونشوف هنعمل ايه، بس هما في الفصل ده طويل شويه وفي احداث كتيره يعني. بول اي هيرد بيبول رانينج تو لوك ات ذا ايلاند. يعني شفت الناس كده بيبصوا على الايلاند يعني كتير. And I quietly يعني بهدوء climbed out of the barrel. تسلقت خارجا منين؟ برميل. I then walked up to join the sailors at the side of the ship. We could see شفت بقى two hills. دلوقتي الجزيره قدامهم. وصف الجزيره ان فيها تلين صغيرين كده and one big one وتل بقى كبير. يعني كم تل موجود؟ three. خلاص؟ The island was now very close. Close يعني قريبة. يعني الايلاند اصبحت ايه بقى؟ قريبة. I have been here before. تحتها خط. Said silver. مين قال الجملة دي؟ سيلفر. ايه اللي انتوا فاهمينه I have been here before؟ أنا كنت هنا قبل كده. يبقى معناه انه يعرف الايه؟ المكان. يعني يعرف مثلا السفينة ممكن ترسو فين بشكل كويس. انه وصل او كان موجود قبل الناس دي قبل كده يعني. I have been here before since silver. I know where the ship should stop. انا عارف السفينة تقف فين. I have a map here said Captain Smalley. كابتن سمولي بيقول I have a map. انا معايا بقى خريطة. Can you take us to that place؟ ممكن تاخدنا للمكان ده؟ I saw that silver was excited to take the map. يعني كان فرحان جدا لما خد الماب. بيحسب ان الماب دي بتاعت التريجر يعني ايه؟ بس نعرف ان دي مور ذان وان ماب، اكتر من ايه؟ خريطه. دي مش بتاعت التريجر، دي بتاعت بس مثلا ايه؟ ذا دايركشنز يعني ايه؟ اتجاه. هو كان بيحسب ان فيها الايه؟ التريجر، لا فيها التلات اتجاهات. But was not the one with the treasure market on it. Yes, I can see it. You must go here. He said, pointing to بيشير لي a map, a place on the map. Then he turned to me and said قال لي بقى you love this island. انت هتحب المكان ده يا جيم. مين اللي بيتكلم بقى؟ سيلفر. سيلفر بيتكلم ايه؟ جيم. انت هتحب المكان ده. You can swim and climb the trees and walk up the hills. تتسلق بقى كده.
فسيلفر بقول لجيم كده يو ويل لاف ذا ايلاند، هتحب الايه؟ الجزيره. جي طيب مين يعرف بقى حقيقه سيلفر؟ جيم. جيم وودي بيس بليز ده يبقى مصروف كده ولا فرايتن؟ فرايتن. ماشي لو هم سمعوا ان ذا بار يقولوا كده ذا وود كيل يقتلوا. ماشي اي سمايل ذا سيلفر يعني تسم في وشه كده بط انسايد داخلي I was very frightened. كنت مرعوب of him now. I couldn't trust anything that he said. لا أثق في أي شيء يقوله. I soon found Dr. Lindsay. وجدت مين بقى؟ Dr. Lindsay. And quietly said to him, قلت له I must speak to you. لازم أكلمك Captain Smalley and Mr. Troy. طلب كام؟ ثلاثة. Captain Smalley, Dr. Lindsay, Mr. Troy. هيقول لهم بقى what he heard. اللي هو إيه؟ اللي هو سمعه أو سجل الأسرار دي. I must speak to you, Captain Smalley, Mr. Lorry. I have some terrible news. عندي أخبار terrible. سيئة. أو يعني very bad. Dr. Lipsy's expression didn't change. He asked me to find his glasses downstairs. قال لي أعطي النظارة من تحت كده. And walked off to talk to Mr. Trelawney and Smalley. I waited downstairs and soon the three men joined me. التلاتة انضموا إلي. يبقى كان جيم هيكلم مين؟ مستر ايه؟ روني دكتور ليزي كابتن سمولي. What do you want? Soon the three men joined me. What do you want to tell us? انت عاوز تقول لنا ايه؟ Asked مستر تروني. I told them everything that I had heard in the bar. ايه اللي انتوا فاهمينه؟ قول لهم على كل ما سمعت وانا فين؟ بار. كل كلام مين بقى؟ سيلفر وبقيه السيلرز او بايرنز. When I finished, لما خلصت كده talking, they thanked me, شكروني يعني. Captain, said Mr. Trelawney. Trelawney بقى بتكلم كابتن سمولي. يقول لي بقى ركز عشان ده سؤال امتحانات. You were right and I was wrong. مين اللي قال الكلمة دي؟ مستر مين؟ كابتن سمولي. انت كنت ايه؟ صح وانا غلط. ماشي؟ What shall we do؟ هنعمل ايه؟ I'm surprised to say كابتن سمولي. They have worked hard. كانوا بيشتغلوا كويس كده. And been a better crew than I expected. Now we must continue. لازم نستمر. We can't go back. لن نستطيع ان احنا go back. Go back على ايه؟ نعم؟ انا اسامة؟ يعني we can't go back. لا نستطيع بقى العودة يعني ما يقدرش ياخد السفينة وإيه؟ يرجع. We can't go back or they might attack us immediately. Attack يعني؟ right. Yes. I don't think they will attack us until we find the treasure. ده خلي بالك اللي بيتكلم هنا مين؟ كابتن إيه بقى؟ سمولي. كابتن سمولي كأنه خد كده النيوز يعني الخبر ده وبعدين معلق عليه. Long John Silver didn't find all of his crew. اللي انت فاكره مع الجملة دي. سيلفر اللي بيجيب الكرو يعني الطاقة. ما لقاش كل الكرو. يعني خد اول ولا موست؟ موست. العربي يعني موست بقى موظف. كان مثلا الكرو ده 20 ما لقاش ولا 15. فمن ضمن الكرو اللي جايبه جود بيبول كلها حصل كده. يعني الكرو ده ميكسر يعني خليط ما بين معظمهم باد بيبول بس فيهم ماينورتي الاقليه ايه؟ جود زي مثلا مستر ترولون زي شخصيه مستر ايه؟ ترولون. Some of the men are good. Some of the men are good men. بعض اللي معاه ايه؟ طيبين يعني. We must wait, watch and attack them. لازم نهاجمهم كده when they don't expect it. Jim can help us. Jim ممكن يساعدنا. Said Dr. Lewis. The men all trust him. كل الناس دي trust him يعني تثق فيه. He can listen and find out who can we can trust. يعني يسمع لهم يعني يتجسس عليهم ويشوف اللي هم good وايه؟ وباد. لو كان في ناس good طيبه ناخد احنا بقى join us. يعني join us. ينضموا لنا. اعتبر مثلا العصافير دلوقتي في two parties في فرقتين. فرقه خاصه بجود بيبول دكتور ايه؟ ليمزي وشرطاء كده ومين بقى؟ سيلفر. سيلفر معاه كام شخص كده جود بيبول؟ مين اللي هيحاول يجيبه من ناحيته بقى؟ جيم يعني يسمع ويعرف ان ده
جود مان يبقى يستمر يعني ياخده ايه الصف بتاعه. بتكلم العربي بس عشان ده احداث طويله شويه النهارده. I want you the word Jim can help us the men who trust him and find out who can trust. He can listen and find out who can trust. I didn't like this thought. I counted the men that Silver didn't find for his crew. There were 7 from a crew of 19. 7 يعني 7 من طاقم عدده كام؟ 19 بس. And I was one of them. وانا واحد منهم يعني. The next morning the Hispaniola stopped close to the island. يعني بيقول هم 19 اخوانا فيهم ايه بقى؟ 7 طيبين ومن ضمنهم جيم. اندرستاند؟ يبقى عندنا مستر ترولوني كابتن سمولي جيم كده كام؟ وبعدين نضاف عليهم كده يس. There were many trees and above the trees I saw the rocky tops of the hills. Silver helped Captain Smalley to sail to the boat closer to the shore. I was very hot and very quiet. It seemed like bad eggs. هم نازلين بالقرب من السفينة وقرب الجزيرة كأن الرائحة bad eggs. يعني رائحة البيض اللي هي فاسد. يعني good ولا bad؟ bad. يعني السفينة يعني الجزيرة طبعا يعني أكيد أنتوا فاهمين إن السفينة مش هتنزل الجزيرة. هتقف ديستنس يعني مسافه لان محتاجه عمق ميه صح ولا لا؟ وهيبعتوا بوتس يعني قوارب. لازم نتخيل القصه عشان نبقى فاهمين ونطلع منها بلغه مش موضوع ان احنا ننجح فيها بس وخلاص. يعني السفينه تقف على ديستنس يعني ايه؟ مسافه وهينزلوا سمول بوتس مراكب بقى صغيره. السفينه ما بتنفعش تيجي على الجزيره ممكن تيجي قوي كده في حاله لما يكون ده هاردر ميناء. حد فين خالص؟ السفينه تيجي قريب قوي رايت والناس بتركب عادي زي ما يكون ده مينا. هو ده مش مينا ده يعتبر الى ايلاند يعني ايه؟ فالعمق المايه ما يشيلش السفينه خلاص؟ sounds like bad eggs. This place is only good for diseases. بيقول لك المكان ده ينفع بس الايه؟ الامراض. يعني المكان ده بقى يعتبر هيلثي ولا ان هيلثي؟ يعني ان هيلثي؟ يس. This place is only good for diseases said Silver. The crew worked hard on our journey to the island but now they did not seem to work. يعني كانوا بيشتغلوا الاول بجد دلوقتي مش بيشتغلوش بجد. I remember Dr. Livesey talking about a mutiny. مين فاكر ميوتني؟ ده مرض اوياء او عصيان ماشي ميوتني. Perhaps it was near. ربما التمرد ده قريب. كملوا قراءة كده لغاية مصاب. Thank you.
I'm going to go to the next one.
They didn't seem to want to work. I remember Dr. Livesey talking about a mutiny. قلنا mutiny. تمرد. تمرد.
براس اتواز كلير، ربما التورط ده قرب يعني. اونلي سيلفر ورك هارد از هارد از يوجوال. الوحيد اللي بيشتغل بجديه هو مين؟ سيلفر. ليتر كابتن سمولي تولد اس ذات هي هذا بلان. كابتن سمولي بيقول عندنا خطه يعني. ليتس اسك ذا مين اف ذي وود لايك تو سبيند ذا افترنون اون ذا ايلاند. تعالى نسالهم كده، هل هم عاوزين يقضوا الظهيره فين؟ في الايلاند يعني. ايلاند يعني خطته كده ان يسال سيلفر انه تروح عند الجزيره الاول، فبدماغه ان كلهم هيروحوا ايه؟ الجزيره. فكابتن سمولي ياخد الايه؟ السفينه ويرجع تاني. ده في دماغ مين؟ كابتن ايه؟ سمولي. Let's ask them after on the island. If they go لو راحوا كده we can take the ship. ناخد ايه بقى؟ السفينه. If they don't go لو ما راحوش we know we need to fight them for the ship. مستر ترلوني اجري، ولاد مستر ترلوني وافق كده على الاقتراح ده. وي ديسايدد تو تيل اول ذا مين وي كود تراست اباوت اور بلان. تحت الرابط تراست يعني قلنا للناس ان احنا نثق ايه؟ فيها. احنا عرفنا ان في ناس ثانيه بره الكرو يعني ايه؟ طاقم. هم يعني عرفوهم وقالوا لهم يعني. اند جيف ذيم اول جانز، اداهم كلهم مسدسات او بنادق يعني. كابتن سمولي ذن تولد ذا كرو ذات They could all have the afternoon on the island to relax if they wanted to. When you hear a gun, هتروحوا الايلاند تقضوا هناك الظهيرة. لما تسمعوا gun صوت ايه بقى؟ مسدس. At the end of the day في نهاية اليوم it will time to come back يعني الوقت اللي العودة. يعني انت هتنزلوا الجزيرة ما ترجعوش لما تسمعوا صوت ايه؟ المسدس. ده وقت الايه؟ العودة عشان ترجعوا السفينة تاني. All the crew suddenly looked happy. كلهم كانوا سعداء. And they all agreed to go. Perhaps, ربما they thought they could find the treasure immediately. Captain Smalley asked Silver to organize the men. Captain Smalley طلب من سيلفر ان هو ينظم الناس. Six men would stay on the Hispaniola. ستة يقعدوا. And 13 would go. يعني ستة يقعدوا على ايه؟ على السفينة. و13 هينزلوا فين؟ في الجزيرة. Would take the small boats to the shore. طبعا هياخدوا بقى مراكب صغيره لغايه الشط يعني. احنا قلنا العدد 19 هيخلوا في السفينه كام؟ 6 بيبل و13 هياخدوا المراكب بقى مش كلهم في مركب واحد. ماشي؟ I realized that there were 6 of Silver's men on the ship. تحتها خط الجمله دي. ايه اللي انتوا فاهمينه؟ حضرات ان في 6 من رجاله ايه؟ سيلفر على السفينه، يبقى سيلفر ساب مين؟ 6 تابعه هو. ماشي؟ The men in our group wouldn't be able to take the ship. So I decided قررت I would go with Silver onto the island. جيم عمل قرار بقى جريء كده هيروح لايه؟ الجزيرة مع مين؟ سيلفر. يعني من غير ما يشوف يعني. I got on the onto the boats quietly but Silver saw me. هل I made a big mistake؟ يعني هل أنا عملت إيه؟ خطأ؟ يبقى راح معاهم على الجزيرة مين؟ جيم. The boat I was in was fast يعني كان سريع اللي انا المركب اللي انا راكبه. And we were nearly on the beach first when I hold on to a branch. نزلت كده في ايه؟ فرع شجره of the tree and jumped out of the boat. فاهمين السطر ده يعني ايه؟ دلوقتي راكب في بوت يعني ايه؟ مركب والمفروض هيطلع الايلاند يعني زين. مركب مش هيطلع من الميه على بره كده. فهو يفضل فين؟ الميه. هو بقى مسك فرع ايه؟ شجره عشان يقدر يتسلق للجزيره. ده معنى الجملة دي كده. I heard someone calling but I didn't listen and began to run as fast as I could. When I stopped لما توقفت يبقى هنا جيم لوحده بيجري في الجزيرة. عندما توقفت I felt happy. Silver didn't know where I was. This part of the island was open. الجزء ده كان مفتوح يعني. With just a few trees I could see the hills in front of me. As I walked I saw pretty flowers. سنيكس. ده بقى يعني بيحكي لنا كده لما موجود في الجزيره. سنيكس اند سمول بيردز. Suddenly فجأة a cloud of birds flew into the sky and knew that something was coming towards me. I was correct because I didn't hear سمعت people talking. I decided to hide behind the trees. تحت خط. قررت اختبئ خلف بعض الاشجار. مين اللي بيتكلم بقى؟ جيم لوحده وسمع اصوات ناس فهو استخبى كده في شجره وهيقول لنا اللي بيحصل ايه. I realized that one of the people was Silver. احد الناس اللي بيتكلموا مين؟ سيلفر اللي هو البايرت. خلي بالنا بقى. But I couldn't
hear what he was saying. ما عرفتش هو بيقول ايه. Soon the bird is returned and I know that the men had gone. I told myself that it was my job to find out what these men were doing to. So I decided to follow them without them seeing me. قررت اتبع الاثنين دي سيلفر واللي معاه ده بدون ما هم seeing me يعني يشوفوني يعني. After a few minutes I saw silver and another sailor. اللي فاهمين بقى؟ شفت سيلفر مع بحار اخر. القصه تبتدي دلوقتي يعني ايه؟ توضح. Near a beach. الحوار ده اللي جاي ده ما بين سيلفر وبحار اخر هيبقى اسمه دلوقتي توم. هنعرف اسمه ايه؟ توم. I want you to join us. تحت الخط. I want you to join us. اريدك ان تنضم ايه؟ الين. ده كلام مين؟ سيلفر. لمين؟ لتوم. توم ده هنعرفه ده بقى one of the good people. اشخاص طيبين اللي جينا على الكروم ما كانش تبع مين؟ سيلفر. بقول له because I know you are a good sailor I am telling you this. انا بقول لك كده to save you. انضم لنا عشان save you انقذك. كان الموضوع تهديد يعني. سيد سيلفر. سيلفر توم ريبلاي يو ار ا جود مان. انت المفروض راجل طيب يعني. اند يو شودنت ورك وذ ذيس بايرتس. يجب الا تعمل مع هؤلاء بايرتس. يعني ايه؟ خرسانة. يعني توم ده يعرف ان دول ايه بقى؟ خرسانة. بنصحه ان هو اللي يسيبهم مش هو اللي يجي معاهم. اي بريفير تو لوز ماي هاند. يعني افضل ان اقطع ايه؟ يدي او افقدها ذان ورك وذ ذيم. ما اشتغلش معاهم. عن اشتغل معاهم. بص كده في المثال ده اللي ممكن يتقال هنا يعني. هنا بنقول ايه؟ توم ده كان a man of principles. رجل ايه؟ مبادئ. يعني good ولا bad؟ يعني he refused ولا agreed؟ he refused to join the gang. يعني ايه؟ انضم ايه؟ مذاكر بقول لك في الامتحان بقول لك مثلا توم was a man of principles. كان رجل ايه؟ مبادئ. اشرح بقى. اقول he refused to join the gang. I knew that there was a man that we could trust. يبقى لما توم بقى قال الكلام ده يبقى ده بقى تبع مين؟ جود ولا باد؟ جود. فبقول لك جيم بقى بيعلق جود ده واحد من اللي احنا نثق فيهم يعني. Then came news of another. I suddenly heard terrible shout. سمعت صوت كده صراخ. Then all was quiet. What's that؟ asked توم. مين اللي بيتكلم يعني؟ سيلفر سمايلد اند سيد قال بقى ذات اوه اي ثينك ذات واز الن تحت الخط. واحد اسمه ايه؟ بيصرخ يعني ممكن يكون الن ده حصل له يعني شيء سيء. الن كريت توم هيز ا جود مان. يبقى الن ده من ضمن المهم؟ يس. If your men have hurt him لو رجالتك كده اذوه يعني then you are no friend of mine. احنا مش اصدقاء. I want to help you ولن اساعدك. توم بيجان تو ووك اواي. توم بقى ساب سيلفر ومش قدامه along the beach. سيلفر صادم فجأة throw his crutch. تحت الخط كراتش. سيلفر القاه بايه؟ كراتش. مين فاكر كراتش؟ العكاز. يعني سيلفر رماه بالعكاز كده at توم and it hit him hard. يعني اصطدم بيه on the back. على ايه؟ على الظهر. he fell to the ground. وقع على الارض. مين اللي وقع قلنا؟ سيلفر ولا توم؟ توم. and before he could stand قبل ما يقوم سيلفر killed him with a knife. قتله ايه بقى؟ سكين. انتوا متخيلين اللي حصل؟ رماه الاول بالكراتش على ايه؟ وبعدين قبل ما يقوم اللي هو توم راح له كده مع انه بقدر ايه؟ واحده سيلفر يعني هي كيلد هيم وذ نايت. هذا اللي ده سكين بيبان ان سيلفر واز كريمنال كان ايه؟ سيلفر ناو بلو هيز ويسل يعني صفر كده. اند اي نيو ذات مور اوف هيز مين وود سون ارايف اون ذا بيتش. اي واز فيري فرايتند. كنت مرعوب جدا. اي واز كوايتلي اي لوكد كوايتلي باك تو ذا تريز ذن ران as quickly as I could. As I ran, بقول لك وانا بجري كده I began to think. بدا يفكر بقى what could I do now؟ اعمل ايه؟ هو مش عارف يرجع السفينه او يكمل فين؟ على الجزيره هو لوحده جيم يعني. When we heard the captain Smollett's gun, could I go back to the beach؟ نرجع تاني للشاطئ with the men؟ If I did لو عملت كده I knew that they would kill me. لو رجعت معاهم ايه اللي هيحصل؟ هيقتلوه يعني. They would kill him. I would have to stay on the island. اقعد في الجزيرة فوريفر يعني ايه؟ للأبد. هات لي كده الواحدة الخامسة. طبعا الأسئلة كلها قراءة اللي هي المحملة واللي مش محملة ابعت لكم إياها.
حاطينه كام؟ حاطينه كمان. الوحدة الخامسة اديكم بس اللي هتحضروهم فيها بتتكلم على كوميونيكيشن التواصل. صفحة 208 الكلمات دي اقراها بس. مش هتسمعوها لسه. بس عاوزك تقرا وتحل بقى لغاية نهاية البوكاب اللي هو عندنا في صفحة 217 بالقراءة يعني. من 208 ل 217 اقراها بس واللي يقدر يحله في الأسئلة هيبقى كويس. الامتحان مش هتحفظوهم بس مش هنسمعهم الا لما اقراهم معاكم. الامتحان يوم نكتب كده ما كتبش الامتحان. الامتحان يوم الاحد ما عادش الجمعه ما عادش بقى الاربع. الامتحان يوم ايه؟ في الطبيعي بتاعنا بقى يوم الاحد الساعه 7 والسبعة ونص 7 اللي عنده درس هيخلص ويدخل عادي الساعه 7 على الوحده الرابعه هي الوحدة الرابعة بس احنا خدنا التلاتة الأولانيين خدنا فيهم أسئلة كتير مش خدنا الرابعة وخلصناها. في حد هيسدد دخلنا قبل ما انزل طلع سودان؟ حد هيسدد؟ اللي هيسدد يجي لي كده بسرعة. اللي هيسدد يجي لي بسرعة.